بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل. منه سبحانه وتعالى دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأيام المباركة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في هذا الصباح، صباح يوم الأحد الموافق من التاريخ الميلادي 10 من شهر يوليو لعام 2022، ضمن تحديات وانطلاقات سن الفطامين. والمسافة هي 1500 متر للفطامين في هذا الميدان، ميدان الساد، احد يفرح ميادين الوثبة. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الاول للابكار للانتاج. ننطلق مع الصدارة، ننطلق مع البداية الاولى، مع سحابة سحابة سحابة. محمد بن سهيل بن وديم العامري يبدأ مع سحابة، بينما المركز الثاني القدوم والوصول في ثاني الأسماء الشاهنية محمد بن أحمد بن حسن العامري، المركز الثالث الوصول والتسلل من الشاهنية لمبارك بن محمد بن عنيدي العامري، ورابع الأسماء رابع الشعارات وصلت الشاهنية الشيخ حمدان بن محمد بالركاض العامري. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لكن الصدارة الانطلاق سحابة سحابة. وصلت الشاهنية، وصلت الشاهنية مبارك بن محمد بن العنيدي العامري. سلام سلام يا العامري، ينطلق مع الشاهنية أول أشواط الانتاج للإبكار. الله 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 يا الانطلاق الشاهنية، حضرت مع أول الأشواط الرئيسية في هذه الأيام، حضرت مع هذا الشوط مع مبارك ويا حلو أخبارك يا مبارك، مع انطلاقة الشاهنية مبارك بن محمد بن عنيدي العامري. عماري العامري مع انطلاقة أول الأشواط أول التحديات. سلام سلام يا أبو محمد، أشكرك أشكرك على هذا الانطلاق. لحظات الوصول إلى خط نهاية مع الناموس، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني حضرت في ثاني الأسماء رقم 101 ناصر بن حمد بالدحبة العامري في والمركز الثالث والسحابة محمد بن السلم وديمة العامري. هكذا هو التحدي والتوقيت، دقيقتين وثلاثة عشر ثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد العنيدي العامري، من قدم لنا الشانية في هذا الصباح.